يهتم الكثير منا بتربية الكلاب لأنها تمتاز بذكائها وإخلاصها لمربيها. لذا يرغب الكثير من الناس بامتلاك الكلاب لأنها أفضل صديق للإنسان. وقد يكون امتلاك كلب فكرة إيجابية للعديد من الناس، فقد يصبح صديقا لجميع أفراد العائلة، في حين أن جميع الكلاب يمكن أن تكون خطرة وبعضها أكثر خطورة من غيرها. لكن هناك بعض الكلاب من سلالات تمتاز بالقوة والعنف والعدوانية. وحسب الجمعية الطبية البيطرية الأمريكية ومركز السيطرة على الأمراض في الولايات المتحدة، تم حصر أخطر 10 أنواع من سلالات الكلاب وأشرسها في العالم. سنقوم في هذه الحلقة بعرض بعض أشرس أنواعها، لذلك سنبدأ من الأكثر خطورة، وذلك لتفادي مخاطرها. هيا بنا. يأتي في المرتبة الأولى بيتبول. تأتي في مقدمة أشرس أنواع الكلاب وأكثرها خطورة بسبب عدوانيتها المتكررة، وهو كلب هجين من فصائل كلبية مختلفة تعود أصوله إلى الولايات المتحدة الأمريكية. يعتبر البيتبول من أكثر السلالات غدرا بالبشر، وصنف كواحد من أكثر أنواع الكلاب قتلا للأطفال في الولايات المتحدة. يبلغ طوله ما بين 18 و22 بوصة، ويزن ما يقارب من 30 إلى 55 رطل. يتميز بيتبول بقوته وشراسته، فكانت مهمته الوحيدة هي القتال فقط، فهو لا يترك المنافس له على قيد الحياة فيقتله، وذلك بإقفال فمه على فريسته حتى تفارق الحياة. وقد فرضت شركات الطيران قيودا على السفر جوا لفصيلة البيتبول، وأيضا رفعت شركات التأمين أسعار التأمين عليها بسبب عدوانيتها المتكررة. توسا إينو. يعتبر كلب توسا إينو الذي يتراوح وزنه بين 65 و100 كيلوغرام، ويبلغ طوله ما بين 60 إلى 80 سنتيمتر، الأخطر على مستوى العالم، وهو من الطراز الأول من الكلاب القتالية. وتعرف سلالة توسا إينو بأنها كلاب المحاربين اليابانيين القدامى المعروفين بالساموراي، وتم تصنيفه ضمن قائمة أخطر الكلاب في العالم، وهناك بعض الدول تمنع امتلاكه أو استيراده من الخارج، منهم ألمانيا وفرنسا. الباندونغ. يعرف هذا الكلب الأمريكي الأصل بقوته، ويستخدم في القتال لقوة عضلاته وتأثيره البصري الكبير ومظهره الذي يحيي بالعنف والشراسة، ويتراوح وزنه بين 45 و65 كيلوغرام. وكان يطلق على الباندونغ في العصور الوسطى الكلب المقيد نظرا لضراوته، واستخدموه لحراسة الممتلكات. ويعتبر الباندونغ سلالة ناتجة من هجين البيتبول والميستيف. كين كورسو. يتميز كلب كورسو ببنيته القوية، ويتراوح وزنه بين 45 و75 كيلوغرام، فيما يبلغ طوله ما بين 62 و70 سنتيمتر، وهو آخر سلالات الكلاب المستخدمة في المطاردة المعروفة باسم ماستيفس. وينحدر كورسو من إيطاليا من سلالة كانيس باجانيكس التي كان يستخدمها الرومان في الحرب. الكلب الذئب. تشبه هذه السلالة الذئاب إلى حد كبير، وتجمع بين صفات الكلاب والذئاب، لذلك يصعب توقع ردود فعلها في العديد من المواقف مقارنة بالكلاب والذئاب، كل على حدة، وله العديد من الهجمات على البشر، والأكثر شيوعا منها على الأطفال الصغار، لذا يحظر وجوده في النرويج. الكلب القوقازي. يسمى بالراعي القوقازي، وكان يستخدم منذ ما قبل التاريخ في القوقاز من قبل الرعاة المحليين، ويستخدم لحماية أغنام القوقازيين من الحيوانات المفترسة واللصوص. هذا الكلب جذب اهتمام الجميع بسبب الصفات ومظهره الملفت للنظر لقرون طويلة. كان يستخدم في الأراضي الجبلية بين البحر الأسود وبحر قزوين وتركيا وإيران المجاورة. الراعي القوقازي هو الأكثر شعبية في روسيا، ويسمى الأوفتشاركا، والتي تعني كلب الراعي باللغة الروسية. ويعتبر هذا الكلب من السلالات الضخمة،
فالذكور أكبر قليلا من الإناث وتزن بين 50 إلى 100 كيلوغرام. وهذا الصنف الضخم شرس للغاية ولن يتراجع عن القتال حتى ضد الدببة أو الذئاب. الكلاب القوقازية ذكية، لكن طبيعتها العنيدة يمكن أن تجعل من الصعب تدريبها، ويمكن أن يؤدي عدم ثقتها بالغرباء والحيوانات الأخرى إلى ميول عدوانية إذا لم يتم السيطرة عليها من قبل مدرب متمرس. ويمكنكم الاطلاع على مزيد من المعلومات عن الكلب القوقازي من خلال حلقة سابقة قدمناها على هذه القناة باسم الكلب القوقازي. روتفايلر. يعتبر الكلب روتفايلر الألماني الأصل من أخطر وأشرس الكلاب على الإطلاق، وتم تصنيفه كأخطر كلاب الحراسة وأشدها عنفا، وهو من الكلاب المشهورة باستخدامها في الحراسة من قبل معظم رجال الأعمال المشهورين والسياسيين ومشاهير الفن. ويعود أصله إلى ألمانيا، وطوله بين 23 و27 بوصة، ويزن ما يقارب من 85 إلى 110 أرطال. فهو كلب لديه فم كبير يحوي على فكين قويين وأسنان كاملة. يمتاز روتفايلر بحجم جسده الكبير ولامتلاك هذه الميزات. شارك في الحروب العالمية التي وقعت، فاستخدم في نقل الإسعافات الأولية والحراسة والبحث والإنقاذ. يمتاز روتفايلر بعدوانيته، ولكنه يحب الأطفال ومطيع لهم وحريص على العمل، كما يمتاز بقدرته على السباحة بمهارة. نقطة ضعفه الوحيدة هي ذيله أثناء القتال، لذلك يقوم مالكه غالبا بقطع ذيله وهو صغير. كلب الراعي الألماني. الراعي الألماني يعود أصله إلى ألمانيا، وطوله بين 22 و26 بوصة، ويزن ما يقارب من 70 إلى 85 رطل، ويطلق عليه أيضا اسم الجيرمان شيبرد. فهو أكثر الحيوانات من حيث الشعبية في العالم. الراعي الألماني كلب ذو حجم متوسط ولديه فك قوي وعينان مستديرتان، ويشتهر بوقفته المنتصبة، وهو لا يحب الغرباء عنه أبدا. استخدم الراعي الألماني في الحروب، كما تستخدمه الشرطة في تعقب المجرمين وكشف المواد المخدرة وتحذير الجنود من وجود أعداء. يمتاز الراعي الألماني بالذكاء والسرعة والقوة وسهولة تدريبه على طاعة الإنسان. ومتوسط عمر الراعي الألماني ما يقرب من 7 إلى 10 أعوام. الهاسكي السيبيري. ويعود أصله إلى سيبيريا، وطوله بين 20 و24 بوصة، ويزن ما يقارب من 35 إلى 55 رطل. فهو يعيش في المناطق الباردة والقطبية، وتحب العيش مع أعضاء آخرين من نفس سلالتها. استخدم في الماضي الهاسكي السيبيري لنقل البضائع على مزلقة في المناطق الباردة والقطبية، وتمتاز هذه الفصيلة بذكائها ونشاطها وبعنادها وسيطرتها. الهاسكي السيبيري نادرا ما ينبح، فهو يشبه طباع الذئب أكثر من الكلاب، ولكنه شرس جدا. في هذه الحلقة تحدثنا عن أشرس أنواع الكلاب في العالم، لكن هذا لا يمنع من وجود كلاب أليفة ووفية للإنسان، لذلك نرجوكم عدم التعميم.